يعني ما نعرفوش يا بيه، يعني اول مره نشوف. اول مره تشوفيه؟ اقول لك انا بقى سكينة، الخاتم ده بتاع ويليام. ويلي خدتيه انت وفردوس ورحتوا للجرس السايخ جرب الشحات. بعد ما موتي فردوس رحت انت لوحدك وخدتيه. مش انا يا بيه اللي موت فردوس. كويس اوي كويس اوي. انا عايزك بقى تقعدي كده وتحكي لي بالظبط انتوا ايه حكايتكم. لقد امرنا بالقبض على امينة منصور والحفر في الحجرة الخاصة بها بالبيت رقم 8 الكائن بحارة النجا، واستخراج الجثة المدفونة بها الخاصة بنبوية بنت جمعة، واستدعاء زوج الضحية الحاج حسين علي وفيق للتعرف عليها. كما امرنا بالقبض على كل من علي حسن الصائغ ومحمد علي القدوسي الشهير بابو احمد النص، واغلق المحضر في ساعته وتاريخه. دلوقتي بعد اعتراف سكينة ما بقاش عندك أي حاجة تقوليها غير إنك تعترفي زيها. أنت مرة خمرجية، كلامها ما يمشيش عليا. هي تعترف زي ما هي عايز، لكن تجر رجليا معاها لا. أنت هتقعدي برضه تلفي وتدوري؟ مش دي صورتك أنت وبديعة؟ لقيتوها فين؟ وسط الجثث اللي كانت تحت بيتك في علي بيت كبير. عسكري هات بديعة. تعال يا بديعة تعال تعال، ما تخافيش ما تخافيش. بديعة رايع اعترفت وقالت ان هي شافت كنت بتخنق السؤال بالمنطوق. عيلة تتشحن. اسكري اسكري. انا ما موتش حد. عبد الرازق وعرابي وحصاب الله هما اللي كانوا بيموتوا. ادي وانا ما انطقش نشوف كده حد بتموت اصلا. انا سكينة اختي اللي كانت بتستنى معاهم، هما الاربع رجاله اللي كانوا بيموتوا. انا ملان. خرج بديعة عسكري. يعني نقدر على كل حاجة يا بيه. طب اقعدي. أنا عايز أسمع منك بقى بالتفصيل. 17 جثة. عايز أعرف كل اللي حصل. اهدي كده وتحكي لي. انا قتلت يا بيه واكتب كده وشيع لريا وسكينه واني مستعد اصدق على كلامهم وابصم الحشره. كل اللي تعرفه يا حسام الله، وكل اللي شفته، وكل اللي حصل بمعرفتك، وكل اللي حصل قدامك، هنطبق أقوالك بأقوال اللي هتعرفه عشان نعرف الحقيقة. سيدي الرئيس، إن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المتهمين تعتبر أكثر الجرائم التي نظرها القضاء المصري حتى وقتنا هذا. أقول تعتبر أكثرها،
وحشية وجنونا. والسبب في ذلك أن الضحايا كنا من النساء الضعيفات البائسات، وكل ذنبهن أنهن وضعن مدخراتهن في شكل مصوغات، وجاءت هذه العصابة لتسلبهن هذه المدخرات. سلبتهن هذه المدخرات دون أن تسيء واحدة منهن لفرد من أفراد هذه العصابة بشكل أو بآخر. لقد استغلت هذه العصابة العلاقات التي بينهم وبين الضحايا، والتي كانت تصل إلى حد الثقة العمياء واطمئنانهن إليهم، فغدروا بهن. والدلالة على وحشية المتهمين الماثلين أمام حضراتكم إنهم لم يكتفوا بقتل واحدة أو اثنين، قتلوا 17 امرأة وتفرغوا طوال عام كامل لهذا العمل الرهيب. حضرات المستشارين، قد تبدو الطريقة التي اتبعتها العصابة في قتل ضحاياهم بكتم أنفاسهن، أقول قد تبدو أقل قسوة من طرق القتل الأخرى، ولكن الطريقة التي اتبعوها في إخفاء الجثث، جثث ضحاياهم، تكشف عن غلظة قلوبهم وتبلد أحاسيسهم، إذ كانوا يدفنون الجثث في المكان الذي يعيشون فيه، فيأكلون ويشربون ويتسامرون ويرتكبون الفواحش فوق الجثث، وبذلك تجاوزوا حدود الطبيعة البشرية إلى التصرفات البربرية التي لا حد لشرها. أريد أن أبدي ملاحظة حول مقولة أن القضاء المصري قد استقر على عدم الحكم بإعدام النساء، لأن قانون العقوبات كما تعلمون سيادتكم لا يفرق بين الرجل والمرأة. لذلك فإنني أطالب بتطبيق أقصى العقوبات الواردة في قانون العقوبات، والحكم بإعدام كل من ريا علي همام، سكينة علي همام، حسب الله سعيد، محمد عبد العال، عرابي حسان، عبد الرازق يوسف، سلامة محمد الكبت، أمينة منصور، محمد علي القادوسي، علي حسن الصاير، وعديلة جابر الكحكية. محكمة! قررت المحكمة إرسال أوراق هذه القضية إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار لإبداء رأيه فيها، وحددت لصدور الحكم في الدعوة يوم الاثنين الموافق 16 مايو سنة 1921. رفعت الجلسة. مفتي الديار؟ يعني أنا مش فاهم حاجة. وأنت من إمتى كنت بتفهم؟ هما هيموتونا يعني ولا هيعملوا فينا ايه؟ ايه هو احنا كلنا بقر، محدش عارف القاضي قال ايه؟ وقال هيبعتني المفتي الديار. تصدق يا حسب الله؟ هتصدق ان شاء الله. القاضي ده راجل طيب، انا اعرفه، طصينا حكم قوي هيريحنا ان شاء الله. بعد الاطلاع على أوراق القضية والأدلة والمستندات واعترافات المتهمين، واطمأنت المحكمة لشهادة الشهود، فقد خلصت المحكمة إلى أن كل من حسب الله سعيد ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف يستحقون عقاب الفاعل الأصلي لقيامهم
بسفك دماء 17 امرأة عمدا مع سبق الإصرار والترصد واستباحتهم لأموالهن وتبديدهم لها في المنكرات وارتكابهم لآثام لم يسبق لها مثيل في القسوة والفظاعة منذ عهد تأسيس المحاكم إلى الآن، وأن كل من ريا وسكينة علي همام يستحقان عقوبة الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة في الأعمال المسهلة لارتكابها، وذلك بأن أحضرتا المجني عليهن إلى محلاتهم وقمنا بإسكارهن لتمكين الفاعلين الأصليين من خنقهن بدون أدنى مقاومة، فوقعت جرائم القتل بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على كل من ريا علي همام وسكينة علي همام وحسب الله سعيد ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف بعقوبة الإعدام شنقا. كما حكمت المحكمة على المتهم علي حسن بالسجن لمدة 5 سنوات وبراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. رفعت الجلسة. أما راح فين يا موزة يا بني أما انكتم يا بنت، هي موتة والله أكتر انكتم. فالعيون البشر لكن عيون السماء والموت ده مش ممكن يا عبدي يا نمرود، رب السماء موجود دعاك تهرب اهو دليلك.